بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة نعيش حالة كبيرة من الوجس على اثنين من الشباب علي العرب وأحمد الملالي. وحقيقة يبدو بأن النظام سائر في مسألة الإعدام. نسأل الله أن يكيد لهم إن شاء الله ولا يكيد عليهم. نسأل الله إن شاء الله أن يحميهم. الآن الحمد لله كبريات المنظمات الحقوقية الدولية أخرجت بيانات شديدة اللهجة وخاطبت الخارجيات وخاطبت البرلمانات. هناك عدد كبير من برلمانيين أوروبيين والبرلمانيين البريطانيين وغيرهم دخلوا على الخط، قد وجهوا رسائل عاجلة إلى الخارجية البحرينية وإلى السفارات البحرينية طالبين عدم تنفيذ هذا الحكم. ولكن حقيقة يعني شعب البحرين شعب مضحي، ونقول إلى النظام بأنه كل ما سفكت دماء أكثر كلما قربت نهاية هذا النظام. لا يمكن للناس أن تنسى دماء هؤلاء الشباب. إذا لا سمح الله ارتكبت هذه الجريمة الكبرى، ذلك يؤدي إلى مزيد من الضغينة والتباعد بينكم وبين شعبكم. هذا الذي ترغبون فيه من أمن لن يتحقق بسفككم هذه الدماء. إنما إذا لا سمح الله أعدمتم فهؤلاء سيكونون شهداء وسينتقمون منكم في يوم الجزاء. فقط نطمح أن ترحموا، وأنتم لا رحمة لديكم للأسف. إذا كانت لديكم ذرة رحمة لترحموا أمهات هؤلاء أهاليهم، فهم حقيقة دموعهم على وجناتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذلكم ولا ينصركم لهذا.